والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم. It's very important for students who are learning the book of Allah, Al-Quran Al-Kareem, to attend halaqa or madrasa. It's very important that the student comes to a halaqa so that they get the feeling, they see their peers, their students. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وآثارا أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتأتم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته My name is Zaki ما شاء الله How long have you been memorizing the Quran for? Since I was 7 And how did you find it? Did you find it hard? On the journey to where I am now, yeah A few places found a bit hard, but I've overcome it. So what message do you have for the youth out there that are memorizing the Quran? Is it hard for them? It could be hard for them as they are a young age, but they should keep persevering and they should be determined to finish. And their target should be to finish the Quran. Do you want to finish the Quran? Of course. Inshallah. Do you do Quran with your parents? Yeah, they help me a lot at home. They're usually the ones who test me before I come read to the teacher. MashaAllah. And do you think that makes a big difference? Yeah, without them I wouldn't be where I am today. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيعوا فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا ليخرجون معهم ولئن قتلوا
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What's your name? عمر. عمر. ما شاء الله. عمر. What age did you start memorizing Quran from? From a young age, around like 6 or 5. And how did you find it? Was it easy? Was it hard? Average. Average. Yeah. So sometimes hard, sometimes easy? Yeah. Mashallah. Who helped you the most with the Quran? Well, I had this teacher before this one, when I was young, really young, and he used to teach me a lot. And would you have any advice for the kids that memorize Quran? Is it to give them any advice to memorize Quran? Any advice for them? There's no shortcuts. The only way to do it is by repeating everything. Repetition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. My name is Abdurrahman. And how did you find memorizing Quran? Was it easy or hard? Well, you have to learn the basics, but then it gets easier. And what age did you start memorizing Quran from? I started from 6. 6 years old? Yeah. Long very late. And who helped you? Mostly my mother. She listens to my homework and revision that I get from Ustad. Every day? Every time you get revision? Yeah, a lot of times. Mashallah. So she helps you a lot? Yeah. And she memorizes the Quran? Yeah. All of it? Yeah. Allahumma barik alayhi. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعاتها كاذبة قافرة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. What's your name? Mahad. Mahad, mashallah, Mahad. And Mahad, how long have you been memorizing the Quran for? I've been memorizing since like when I was in year 2, like 7 years old, 6 years old. 7 years old, mashallah. And did
Did you find it hard to memorize the Quran? At first, yeah. When I was starting out, yeah. And what about now? Now it's gotten like a lot more easier because I've gotten used to it, yeah. Mashallah, mashallah. And who helped you the most with the Quran? My family and my sheikh. Mashallah. How did your family help you? Because like my sheikh would teach me in class, and then when I do homework, my family would test me and they would teach me like new stuff in the Quran and how to read tajweed and stuff like that. Who in your family specifically? So I have an older sister and an older brother, and also my mom helped me from time to time. So your older sister helped you a lot? Yeah. Do you have any advice for any kids out there that are wanting to memorize the Quran? Do you have anything that you want to say to them? So even though it may be a little bit weird now, it's a gift from Allah. Most people can't even afford the Quran, to accept it and embrace it and have fun with it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. So, in my opinion, I believe that the madrasa is a combination between teachers and students. Teachers will push you towards your goals and they will help you achieve your full potential, while students are the people who you can measure yourself against. And everyone has that inner ego. They want to reach that superiority. They want to be the best, they want to achieve the best, and they want to achieve it before anyone else does. راجيا أن تغفر الذنب العظيم